اتفقت إسرائيل والسودان اليوم الجمعة على تطبيع العلاقات بالتزامن مع الإعلان عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتوسطت الولايات المتحدة في الاتفاق بين الطرفين ليصبح السودان خامس بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل وثالث بلد عربي يلتحق بقطار التطبيع معها في غضون شهرين. هذا وتحدث ترامب مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف أمام صحفيين في البيت الأبيض، وقال إن دولا أخرى كثيرة ستوافق على علاقات أوثق مع إسرائيل في الأشهر المقبلة. هناك قائمة من 5 دول أخرى على الأقل تريد الالتحاق باتفاق التطبيع، وستكون هناك دول أخرى أكثر في وقت قريب، وهناك اتفاقيات تطبيع عدة يجري التحضير لها حاليا. طبعا ستنضم إلينا دول أخرى ناقشنا معها الموضوع، ونتوقع أن تكون العربية السعودية واحدة من هذه الدول التي ستوقع اتفاق السلام مع إسرائيل، وسنعقد اجتماعات. أنا أقدر الملك وولي العهد، سيكون الأمر عبارة عن حفل كبير للسلام. من جانبه رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وصفه بدائرة السلام الآخذة في التوسع. منذ أيام قليلة كنت في حيفا، الأمر كان هناك أيضا سفينة أتت من الإمارات. طبعا هذا كان أول سفينة تجارية محملة بمواد وبضائع تأتي تربط بين من دبي إلى إسرائيل. طبعا وكانت تضمن مجموعة من المعدات الضرورية واللازمة بالنسبة لنا. إذن الأمر يتعلق بتجارة، وأنا وبالنسبة لإسرائيل لن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن هذه الأمور، لأننا نريد أن نعمل على هذا الأمر وأن نسمح لإيران بأن تسيطر على هذه المنطقة. وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قال إن الرئيس الأمريكي وقع رسميا على قرار برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقال المجلس إن إعلانا بهذا الشأن سيتم هذا اليوم، واصفا اليوم بالتاريخي للسودان ولثورته المجيدة. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من واشنطن مراسل الجزيرة مباشر عمرو حسن، كما وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الصحفي محمد عمر. أرحب بكم وأبدأ بك محمد. محمد، ما هي الأصداء بشأن هذا الاتفاق في السودان حتى الأمس وحتى وقت متأخر من الليل؟ كان حمدوك يتحدث عن أنه لن يكون هناك اتفاق إلا من خلال برلمان منتخب، وهو ما لم يحدث بعد. ما الذي تغير خلال هذه الساعات؟ الذي تغير خلال هذه الساعات يبدو أنه كان سريا للغاية، حياة لم يكن إلا بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس السيادي حسب مصادرنا المطلعة التي أكدت لنا أن كثير من وزراء الحكومة السودانية بالجهاز التنفيذي لم يعلموا بهذه الخطوة، خطوة التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا عبر أجهزة الإعلام. كان عدد من السياسيين رحبوا بهذه الخطوة، خطوة رفع اسم السودان من القائمة، قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن دون ربطها بالتطبيع مع إسرائيل. قوى سياسية عديدة ترفض هذه الخطوة، تعتبرها ابتزازا وابتذالا للسودان، مثل حزب الأمة القومي الذي بالأمس قال إنه سينسحب إزاء تطبيع السودان مع إسرائيل، وقال إن هذه الخطوة ليست من أولويات الحكومة الانتقالية. كذلك محمد وداع المتحدث باسم حزب البعث السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير كان قد صرح قبل قليل بأن هذه الخطوة خطوة معيبة، خطوة التطبيع مع إسرائيل، وهذه خطوة ليس في مكانها وليست من مهام هذه الحكومة الانتقالية. إذن تحولات لربما كانت في الساعات الأخيرة، وهذه المكالمة التي كانت بين حمدوك والبرهان وكذلك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي غيرت الكثير ربما في الساعات الأخيرة، وأن شيئا حسب بعض المصادر أحاك تحت الطاولة بين هذه الدول الثلاث، أمريكا، السودان، الولايات المتحدة الأمريكية، دون علم حتى بعض من هم أعضاء مجلس الوزراء الانتقالي. الخطوة رحب بها قبل قليل محمد حمدان دقلو حميتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وقال إن هذه خطوة لرفع مجد اسم السودان، وقال إن شعبنا انتظر هذه الخطوة طويلا بعد عزلة كانت لأكثر من 27 عاما. اليوم السودان يعود للمؤسسات الدولية. بعد قليل التلفزيون الرسمي أعلن عن خطاب مهم لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. تحدث لنا قبل قليل كذلك حياة ساطع الحاج مهندس الوثيقة الدستورية والأمين السياسي للحزب الناصري والقيادي بقوة الحرية والتغيير بحرارة، وهو كان يقول أن هذه الخطوة لم نكن لنعلم عنها، والرجل كان من المفترض أن يكون معنا اليوم في النشرة المسائية، لكنه اعتذر في الدقائق الأخيرة نسبة لما حدث في 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 مسألة التطبيع مع إسرائيل. قال إن هذه الخطوة تعد خطوة سيئة جدا للحاضنة السياسية التي لم نكن نعلم بها. ليست من مهام الفترة الانتقالية التطبيع مع إسرائيل، وهي ليست من أولوياتنا، نعم لرفع أزمة السودان من القائمة، لكن ليس بهذا الابتذال. لربما حياة تكون هناك تطورات في الساعات القليلة القادمة الآن. نعم، سأعود إليك محمد لأسألك عن السياسية في البلاد، تشهد توترا بعد هذه الخطوة. نعم، سأعود إليك لأخذ منك مزيد من التفاصيل، ولكن دعنا نذهب إلى مراسل الجزيرة مباشر عمرو حسن. سيد عمرو، ما هي الأصداء لديك في واشنطن؟ ترامب حريص على أن يبدو في كل مرة من المرات بأنه راعي هذه الاتفاقات، وهناك من يتحدث عن أن واشنطن ضغطت بل وتنمرت على السودان لأجل توقيع هذا الاتفاق مقابل أو رفع اسمها من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل. سؤال مهم حياة، هذه الأصداء تقاس على حسب الاتجاه الذي نتجه إليه. على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى الحزب الجمهوري فسنرى بأنه يرحب بشكل كبير على لسان المتحدثين باسمه، سواء رئيسة المؤتمر الجمهوري أو حتى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي قال بشكل واضح بأن هذا الاتفاق تاريخي. ولذلك هناك وجهتي نظر للتأمل في هذه المسألة. وجهة النظر الأولى هي وجهة نظر السياسة الخارجية. السياسة الخارجية الأمريكية هذه أحد الركائز الأساسية لها هو توقيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول المنطقة. وبالتالي حتى جو بايدن غريم الرئيس الأمريكي حينما سئل عن هذه المسألة قبيل أيام، لا يقصد إسرائيل ولكن يقصد الإمارات والبحرين، قال بأن هذا الاتفاق تاريخي حتى وإن كانت هناك بعض الأمور الأخرى السلبية في سياسة ترامب الخارجية. لكن اليوم إذا تأملنا في قنوات التلفزيونية الأمريكية فسنجد غيابا واضحا لهذا الاتفاق تماما عن كافة هذه القنوات، حتى أن المتحدثين باسم الحزب الجمهوري نوهوا إلى هذه المسألة بشكل واضح بأن الرئيس الأمريكي حينما يتعامل مع مسألة توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان فهو يتعامل معه من وجهة نظر انتخابية بحتة. وبالتالي لا نستغرب كثيرا حينما يسأل ترامب بنيامين نتنياهو في لحظة توقيع هذا الاتفاق، ما رأيك؟ هل كان لجو بايدن النعسان بين مزدوجين؟ هل كان له أن يوقع هذا الاتفاق؟ هذه المفردات لا نسمعها عادة في هذه الأوساط السياسية، لكن يبدو واضحا بأن الرئيس الأمريكي يريد تحقيق نقاط انتخابية من هذه الاتفاقية. وهل حقا عمرو تسهم هذه الاتفاقية في ترجيح كفة دونالد ترامب في هذه المرحلة؟ نحن يفصلنا فقط عن يوم الانتخابات الأمريكية 11 يوم. هل يحقق السودان لترامب ثقل في هذه الانتخابات؟ الإجابة هي لا، لعدة أسباب. السبب الأول بأن 94% وفقا لمركز بيو قد حسموا موقفهم بالفعل في من سيرشحون أو في من سيصوتون. السبب الثاني أن 50 مليون أمريكي قد أدلوا بالفعل بأصواتهم حتى هذه اللحظة. السبب الثالث هو أن الفئة الوحيدة التي تود هذه العلاقة الوطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل أو الأكثر تصويتا هي فئة الأمريكيين الإنجيليين، وهم بالتالي يصوتون على كل حال للرئيس الأمريكي ولا
ولن يزاد بهذا التوقيع. لكن على الجانب الآخر نعلم جيدا بأن السياسة الخارجية الأمريكية مغيبة تماما عن قضايا الاهتمام الأمريكي، بدليل أنه تم حذفها من مناظرة الأمس، المناظرة الأخيرة الرئاسية. وبالتالي نعلم حجم هكذا قضايا. يعني حينما تحدثت مع أحد الصحفيين الأمريكيين قبيل الهواء مباشرة، قال لي كثير من الأمريكيين وللأسف لا يعلمون أين هو موضع السودان على الخريطة، وهذه هي حقيقة الأمر وحقيقة الاهتمام الأمريكي بالأجندة الخارجية. نعم، أذهب إليك مرة أخرى صحفي محمد عمر في الخرطوم. محمد، سيد حمدوك في تغريدته عبر تويتر والتي تحدث فيها أو رحب فيها برفع اسم السودان لم يأتي صراحة على ذكر مسألة الاتفاق التطبيع مع إسرائيل أو الدخول في علاقات تطبيعية مع إسرائيل. كيف يمكن فهم ذلك؟ فهم ذلك، هو معروف بأن الحاضنة السياسية معظمها ترفض هذه الخطوة، لذلك حمدوك لا يريد الدخول في مثل هذه الأشياء إلا عندما تأتي وتصبح أمرا واقعا مثل ما حدثت الآن. حمدوك الذي قبل يوم واحد قال إن هذه الخطوة تحتاج إلى البرلمان، المجلس التشريعي الذي لم يكون حتى الآن، والذي كان ذكر أيضا في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قبل 3 أسابيع، قال إن خطوة التطبيع مع إسرائيل تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي، ولا يمكن أن نربط بين خطوة التطبيع مع إسرائيل وكذلك بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قال هذين الأمرين منفصلين تماما، لكن يبدو أن الموازين تغيرت والأمور تغيرت. حمدوك أصبح في الأمر الواقع وهو الآن سيلقي خطابا بعد قليل. حمدوك محاط بحاضنة سياسية معظمها حياة يرفض هذه الخطوة، خطوة التطبيع مع إسرائيل، مثل الحزب الشيوعي والحزب الناصري وحزب البعث العربي. هناك أحزاب مؤيدة لهذه الخطوة وهي مع مصلحة السودان، كحزب المؤتمر السوداني الذي يرأسه عمر الدقير، وكذلك كالحزب الجمهوري وغيرها من الأحزاب. والأكثر رفضا لخطوة التطبيع مع إسرائيل هو حزب الأمة القومي الذي كان قد أصدر بيانا بالأمس به الصادق المهدي رئيسه، وقال إننا سنسحب تأييدنا لمؤسسات الحكم الانتقالي حال طبع السودان مع الكيان الصهيوني على حد وصفه. حياة أيضا يشار إلى أننا حاولنا اليوم وقبل قليل التواصل مع عدد من المسؤولين السودانيين وعدد من هم بمجلس الوزراء والمجلس السيادي، رفضوا التحدث لنا. يبدو أن هناك إرباك ما داخل مجلس الوزراء والحاضنة السياسية. عدد من هم في الحاضنة السياسية حدثونا عن أن هذه الخطوة يعني أثارت جدلا واسعا وهي أربكت المشهد السياسي في السودان. الآن هناك أحزاب سياسية ربما نتوقع أن تصدر بيانات قوية جدا تجاه هذه الخطوة. هناك نعم، شكرا. مرحبة جدا حمدوك، يبدو أنه أمال للخطوة التي كان يريدها العسكريون، التي بدأها عبد الفتاح البرهان وقابل نتنياهو قبل أشهر، والآن السودان يصبح من الدول المطبعة مع إسرائيل مقابل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي. نعم، شكرا جزيلا مراسلنا من الخرطوم، الأزمات الاقتصادية الموجودة الآن في البلاد، الصحفي محمد عمر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم. الشكر أيضا موصول إلى مراسلنا في من الجزيرة مباشرة عمرو حسن، كنت معنا مباشرة من واشنطن، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم ضيفنا مصطفى آدم القيادي بحزب الأمة. سيد مصطفى، مرحبا بك. سيد مصطفى، كيف تعلق على هذه الخطوة؟ بالأمس فقط كنا نتحدث عن صمت الحكومة وعن صمت المسؤولين السودانيين بشأن التصريحات التي تخرج من الإعلام الإسرائيلي. اليوم نحن أمام اتفاق للتطبيع، كيف خرج الأمر بهذه السرعة؟ ألو سيد مصطفى آدم، مرحبا بك، هل تسمعني الآن؟ معليش، أعتقد في خلط في الأسماء. معك التوم هجو من الجبهة السورية. طيب، إذن أسأل إليك أيضا سيد التوم هجو. سيد التوم، بالأمس فقط كانت الأحاديث حول صمت الأجهزة السودانية وصمت المسؤولين السودانيين عن تصريحات الإعلام الإسرائيلي بشأن قرب توقيع اتفاق للتطبيع، وتحدث السيد حمدوك صراحة بقوله لرويترز إن الاتفاق وارد ولكن بعد انتخاب برلمان منتخب، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولكننا اليوم نتحدث عن اتفاق للتطبيع.
شكرا أستاذة. أيا كان الارتباك أو الربكة الحادثة في الجهاز التنفيذي، ولكن بقول لك بكل صراحة الشعب السوداني الآن فرح، وبالنسبة لي والمسألة لا تعني هي مسألة يعني ما مسألة خطوة دبلوماسية. شعب السوداني الآن يشعر أنه يعني فك الحصار عنه، ظل في حصار لمدى عشرات السنين. هذا الحصار حقيقة أفقد الشعب السوداني الكثير، يعني وصلت لمسألة يعني الشعب السوداني والمسافر السوداني والجواز السوداني أصبح مذل على نطاق العالم كله. بقول لك بكل صراحة هذا القرار اليوم هو يعني يمكن يعني شبه تكسير حائط برلين، هو فك الحصار عن الشعب السوداني. نعم، الشعب السوداني يقول إلى هذه المسألة مش مسألة بتاع الطرف سياسي، وإنما هي مسألة حياتية بحتة. عشان كده أنا استمعت للتقارير اللي قدمت، كل الأحزاب حقيقة اللي هي اعترضت هي أحزاب عندها ارتباطات أيديولوجية، ما عندها علاقة بمصلحة الشعب السوداني ولا عندها علاقة وإحساس بما يعيشه الشعب السوداني على مدى أكثر من 20 عاما. هذا النظام البائد وضع الشعب السوداني في هذه الورطة، وكان الواجب من حكومة الثورة أول ما تفكر فيه هي فك الحصار عن هذا الشعب الذي ظل الآن بسبب الحصار تدمرت يمكن كل منشآته. نعم تدمرت سيد أتوم، أنت تتحدث السودانية الآن تدمرت نعم سيد أتوم، أنت تتحدث الآن بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وهو ما يتفق معك الجميع في ضرورته لأجل السودان. السودان يعاني من أزمات اقتصادية. نعم. السودان يسعى لتحقيق السلام والعدالة، وهو يفتح صفحة جديدة مع العالم بسودان جديد بالثورة، ولكني أسألك بشأن التطبيع مع إسرائيل. هنالك ارتباط، هنالك علاقة مباشرة لكل من يعمل في السياسة، هنالك علاقة مباشرة. هذا الحصار مربوط، وكان لا بد أن يفك هذا الحصار، على القيادة السودانية أن تتخذ كل الإجراءات الممكن أن ترفع هذا الحصار. إذن لماذا دفعتم تعويضات بقيمة 355؟ أستاذة خليني أكمل وجهة نظري. السودان ما كانت الدولة الأولى ولن يكون الدولة الأخيرة في التطبيع، وأنا بفتكر التطبيع من تحت الطاولة حادث الكل يعلم، هذا تطبيع من فوق الطاولة. الشيء الثاني، موقف السودان التاريخي مع القضية الفلسطينية من لقاءات الخرطوم الثلاثة سنة 67، ما قدم السودان للقضية الفلسطينية حقيقة لا يمكن أن يزايد عليه أحد. الشعب السوداني الآن هو بهذا الموقف والحصار الفرض عليه حقيقة ظل يعاني لوحده، ما وجد حقيقة من يقف معه. نعم، ولكن سيد أتوم ما تقوله الآن سيد أتوم هو حجة يستخدمها أو حجة تستخدم ضد السودان، سودان الثلاث لآت الذي وقف وقال لا للتطبيع، لا للاعتراف، لا ليست حجة، هو حجة سيد أتوم. أنت تتحدث عن موقف السودان الذي كان على تماس مع القضية الفلسطينية وتقول إنه يعني كان موقفا تاريخيا، أين ذهب الموقف التاريخي الآن؟ وما زال السودان يؤمن بحق الفلسطينيين في الحياة الكريمة، هو ملتزم بالقضية الفلسطينية. الولايات المتحدة الأمريكية ظلت في مقاطعة مع يعني كوبا لمدة 50 سنة، وأتى الرئيس الأمريكي أوباما وقال لا يمكن أن نستمر في سياسة مدتها 50 سنة ولم تتقدم، يعني لم تفيد أمريكا ولم تفيد كوبا. إذن أنا بفتكر كل العالم العربي محتاج الآن أن يغير منهجه. هذه الموقف والمقاطعات والتشدد والوقوف الثابت، بالعكس هو أضر بالقضية الفلسطينية، لم يقف الدم الفلسطيني من الهماك، وحقيقة موقف السودان أضر به ولم يفيد القضية الفلسطينية. موقف أغلب الدول العربية بالذات يمكن ظروف أحسن من السودان، ولكن حقيقة أنا أفتكر ده قرار تاريخي وقرار حيرحب به من الشعب السوداني. والأحزاب التي رافضة لهذا الكلام هي نوعين. طيب أنت تتحدث عن أن هذا القرار قرار تاريخي وسيرحب به الشعب السوداني، لماذا لم يترك الاختيار للشعب السوداني ويتم الانتظار حتى تكون هناك حكومة جاءت عبر الانتخاب؟ يعني هذه حكومة انتقالية دورها فقط الحفاظ على مقتضيات الوضع حتى تكون هناك حكومة منتخبة.
نأى هذه الحكومة الانتقالية واجب أن تفك الحصار، أن ترفع المعاناة من الشعب السوداني الذي ظل يختسم يومه ما بين صف الرغيف وصف البنزين. كل ما يمكن أن يرفع الحصار من الشعب السوداني هذه الحكومة بتكون ما وطنية ولا حكومة ثورة لو ما اتخذ هذا القرار. الأحزاب التي ترفض إما هي أحزاب أيديولوجية ذات أيديولوجيات وافدة ليس علاقة بمصلحة الشعب السوداني، أو أحزاب ظلت تقدم فكرها الذي لم يقدمنا. هذه الأحزاب الكبيرة قبل كده وقفت مع إيران والشعب السوداني، حتى دفعنا ثمن غالي جدا جدا بالوقوف مع إيران في الحرب العراقية الإيرانية الأولى. هذه أحزاب حقيقة هي تتعامل بالطرف السياسي. الموقف اليوم وهذا القرار قرار تاريخي، قرار في مصلحة الشعب السوداني، حيرفع من أسهم الحكومة حكومة الثورة. ألا يعد ذلك سيد التوم هو منطق العصا والجزرة الذي استخدم مع السودان؟ إما أن تقبل بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو لا يرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وهكذا فقد خضعت السودان لعملية ابتزاز. أول حاجة أول أنا بفتكر الحكومة السودانية كانت واضحة وحافظت حقيقة على كرامة الشعب السوداني، فصلت، تم الرفع أولا وكان بإمكان الحكومة ألا توقع، تم الرفض أولا. كان ممكن الكلام ده يقال إذا كان حقيقة طلب من الحكومة السودانية أن تطبع أن يرفع، لكن حصل العكس، إذا حافظت على كرامة الشعب السوداني. وفي المسألة دي حقيقة الآن سياسة اليوم هي ليس سياسة الستينات. سيد التوم، أنت حتى في حديثك الآن لم تستطع أن تفرق في الحديث ما بين التطبيع أو اتفاق التطبيع وعملية الرفع، أنت لم تفرق بينهما وكلاهما تتحدث عنهما وكأنهما ضرورة لكلاهما الآخر، فكيف ذلك؟ نعم، السياسة الخارجية هي مرتبطة، وحقيقة الشعب السوداني يمكن من أوائل الشعوب الوقفت مع القضية الفلسطينية ودفعت الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وهو في ظرف اضطراري، في ظرف فرض عليه حقيقة من نظام بائد خطأه في هذه المدلة، ولم يجد العون حتى من أشغاؤه لدعمه في هذه المدلة. نعم، ابقى معي سيد التوم، أعود إليك بعد قليل. سأعود إليك مرة أخرى بعد قليل. عبرت حركة حماس عن إدانتها لاتفاق التطبيع بين الحكومة السودانية والاحتلال الإسرائيلي، ودعت الحركة الشعب السوداني لرفض الاتفاق. ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة دكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس. دكتور إسماعيل، مرحبا بك. دكتور إسماعيل، كيف تعلق على هذه الخطوة، وهل أصبحت فلسطين الآن وحيدة تناضل أمام الاحتلال الإسرائيلي بانضمام سودان الثلاث لاءات إلى اتفاقات التطبيع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لا شك أن هذا الموقف من حكومة السودان الحالية الذي اتخذته الحكومة الحالية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي هو عدو للأمة وللسودان ولشعب السودان، مثل صدمة للفلسطينيين وللشعوب العربية والإسلامية، ومثل طعنة غادرة للقضية الفلسطينية، وهو لا يناسب تضحيات ونضالات الشعب السوداني ولا تاريخ الشعب السوداني الذي وقف مع القضية الفلسطينية، وما زال النبض الحي للشعب السوداني يقف مع القضية الفلسطينية. وإن هذا الموقف لا يمثل موقف شعب السودان الذي عرفناه وما زلنا نثق بشعب السودان أنه لن يتعاطى مع التطبيع مع الكيان الصهيوني. ونحن نقول للحكومة الحالية التي تطبع مع الكيان الصهيوني: ستكونون أول النادمين على هذا التطبيع، فإن السودان لن ينعم لا بالاستقرار ولا بالأمن ولا بالرخاء الاقتصادي. ونحن نستهجن أن يدفع السودان الملايين المملينة لترامب وللحكومة الأمريكية، ثم بعد ذلك يدخل في سياق التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإن أطماع الاحتلال لن تقف عند حدود فلسطين، فهو يستهدف السودان ويستهدف أمتنا العربية والإسلامية. وسيأتي اليوم الذي يرفض فيه الشعب السوداني، ونحن ندرك تماما أن الشعب السوداني لن يتعاطى مع هذا التطبيع الخياني مع الاحتلال الصهيوني.
لأن الاحتلال هو احتلال، ولأن الاحتلال هو الذي ارتكب المجازر بحق السودانيين، بحق الفلسطينيين والمصريين والعرب والمسلمين. هو هذا هو الصورة البشعة. نتنياهو أراد مكسبا من خلال هذا التطبيع لأجل الدعاية الانتخابية له، كذلك ترامب. ولأجل ذلك نحن نربع بالسودان أن ينحدر هذا الانحدار بالذلة والهوان والصغار، وخاصة أن السودان الذي دعم القضية الفلسطينية وقدم الشهداء لأجل فلسطين لا يتناسب هذا التطبيع مع هذا الاحتلال، مع تاريخ الشعب السوداني. هذه طعنة غادرة كذلك لتضحيات السودان. هذا انحدار عن القيم والأخلاقيات والمبادئ اللي قام عليها الشعب السوداني، والقومية العربية الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية. لأجل ذلك نحن لا شك أننا صدمنا وصدمت الأمة من هذا الموقف، وهذا لا يعبر عن نبض الحي لشعب السودان. وسيأتي اليوم الذي يرفض الشعب السوداني برمته هذا التطبيع، لأنه سيغرق السودان في وحل من الخلافات والفقر المدقع والتبعية للإدارة الأمريكية. ولكن دكتور إسماعيل رضوان، اسمح لي أن أسألك، يعني السودان بحاجة إلى رفع اسمه من قوائم الإرهاب، وهو يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وبحاجة إلى أن يدفع ثورته إلى الأمام، ويبدو أن هذه كانت الطريقة الوحيدة لعبور هذه الأزمة، فكيف يمكنكم محاسبتي على ذلك؟ أختي الكريمة، الكل يدرك بأن راعية الإرهاب هي أمريكا، راعية الإرهاب اللي قتلت الشعب السوداني والعراقي والفلسطيني واليمني والشاميين وكل أبناء شعبنا وأمتنا. أمريكا هي راعية الإرهاب. أمريكا اليوم التي تؤيد كل هذه الجرائم ضد شعبنا ضد أمتنا هي راعية الإرهاب. ولن ينعم السودان بالرخاء الاقتصادي. هذه أوهام وهذه وعود زائفة لن يتحقق منها شيء. هكذا هي عادة الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، أنهم يغرقون هذه الأمة بالتطبيع الخياني مع الاحتلال، حتى يغرقون هذه المجتمعات بالفساد والانحلال والخلافات الداخلية وضرب اقتصاد الشعوب العربية والإسلامية. هم يريدون السيطرة على خيرات الأمة العربية والإسلامية، وهذا ما يقوله ترامب ليلا ونهارا. نريد أن يدفعوا، وقال للسودان يدفعوا، وبالتالي عليهم أن يدركوا. كل العقلاء السودانيون يعرفون ذلك. والشعب السوداني يرفض هذا التطبيع، ولن يكون لقمة سائغة لا للإدارة الأمريكية ولا للاحتلال. لأن السودان يلتصق بفلسطين، وفلسطين هي قضية السودان وقضية الأمة. لأجل ذلك نحن نقول بأنه آن الأوان لشعوب الأمة العربية والإسلامية أن تعلنها بصراحة ووضوح أنها ترفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن الاحتلال هو العدو الأوحد للأمة. ولن تكون إسرائيل جارة، ولن تكون مقبولة في أمتنا العربية والإسلامية، وستذهب هذه الحملة. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، لك جزيل الشكر. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم مصطفى آدم، القيادي بحزب الأمة. سيد مصطفى، مرحبا بك. سيد مصطفى، كيف تعلق على هذه الخطوة من جانب الحكومة السودانية بالدخول في اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنه حتى الأمس لم يكن هناك تصريح رسمي من الحكومة السودانية بشأن قرب التطبيع، وحتى تصريحات السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء كانت ترجئ أي دخول في اتفاق تطبيع لما بعد وجود برلمان منتخب؟ طيب، شكرا جزيلا. في البداية بقول أنه يعني هنالك قضيتين أساسيات، اللي هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتطبيع مع دولة الكيان. هما مسألتين. المسألة اللي سألتي عنها موضوع التطبيع، بالتأكيد هو موضوع جدلي أخذ وقت طويل من النقاش والحوار، وبدأ واضح جدا في رؤيتين مختلفات في الحكومة الانتقالية، وتناقشت بأشكال مختلفة، وحصلت لقاءات خارج السودان في هذا الملف.
أبرزها كان لقاء أنتيبي اللي هو بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونتنياهو، وبعد ذلك جرى حوار كثير يبدو أنه جزء منه معلوم والآخر غير معلوم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. إذن هنالك رؤى مختلفة وفي يعني أيضا أفكار مختلفة حول هذا الموضوع المحوري الأساسي، والآن تم الإعلان عن التطبيع أيضا برضو تم بطريقة أيضا هي تكاد تكون برضو مفاجأة لكثيرين من المراقبين السياسيين والقوى السياسية الفاعلة. وأعتقد هذا الموضوع أيضا يعني أتمنى أنه يعني القوى السياسية السودانية بالتأكيد هي قوة يعني على مختلف مشاريعها ظلت بشكل مباشر دعم القضية الفلسطينية وفي خط المواجهة الأول يعني في مواجهة دعم القضية الفلسطينية في كل مراحل يعني منذ 48 حتى هذه اللحظة. إذن القرار بيأخذ حقيقة وقت من الجدل، والآن بدأ الجدال وبدأت الآراء هنا وهناك، ولكن أتمنى أنه يعني في النهاية يعني تكون هي خطوات موحدة للرؤى السياسية السودانية داعمة للفترة الانتقالية داعمة لحكومة الفترة الانتقالية بحيث أنه نخرج من هذه الفترة لفترة بتاع الانتخابات لنظام ديمقراطي. نعم، ولكن سيد مصطفى هذا القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة دون العودة إلى الشعب، هذه الحكومة حكومة مؤقتة وهذا القرار قرار مصيري يتعلق بشعب السودان بالكامل، كيف يمكن لهذه الحكومة التي قال حمدوك أنه لن يأخذ مثل هذا القرار وطلب برفض بعدم ربط القرار المتعلق برفع السودان من قائمة الإرهاب بقرار التطبيع أو بمسألة التطبيع، كيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار دون وجود برلمان منتخب أو دون وجود حكومة جاءت بانتخابات؟ بالتأكيد هو ليس القرار ليس من أولويات الفترة الانتقالية وليس هو من شعارات الثورة ثورة ديسمبر المجيدة. يعني ما كان أصلا الشارع ما كان مطالب أصلا بعلاقات راسخة مع دولة الكيان، ما لم يكن أحد هذه مطالب للشارع، لكن واضح أن هناك أولويات مختلفة لغادة الدولة السودانية في مثل هذه المسائل اللي حقيقة مضت بسرعة حتى أنه ما قدت حظها الكافي من النقاش والحوار داخل سواء كان داخل القوى على الحرية والتغيير أو داخل أجهزة الدولة بحيث أنه يتم الوصول لمثل هذا القرار في توافق تام. يعني مثل هذه القرارات تحتاج لتوافق وهي قرارات محورية ومصيرية. يعني طيب وأين هو التوافق سيد مصطفى في هذه المرحلة؟ هل وافقت كل الأحزاب والحركات السياسية على هذا القرار؟ حتى هذه اللحظة لا بالتأكيد لا، حتى هذه اللحظة لا يتوافق حول هذا القرار، لا يوجد تأييد كامل من القوى السياسية. طيب لا يوجد تأييد. وما هو رأيك الشخصي سيد مصطفى آدم؟ هل تؤيد هذه الخطوة أنت بشكل شخصي كقيادي بحزب الأمة أم أنك ترى أنها خطوة ليست من حق هذه الحكومة؟ أسألك عن موقفك الشخصي. بالتأكيد موقفي الشخصي لا يفيد كثير في مثل هذه القرارات المصيرية، أنا بتحدث عن الموقف العام، موقفي الشخصي يعني كداعم أو رافض بالتأكيد لا يغير في. نعم أنا أسألك عن موقفك الشخصي كقيادي بحزب الأمة سيد مصطفى آدم، كقيادي بحزب الأمة. حزب الأمة أوضح موقفه بشكل واضح جدا، وهذا الموقف يمثلني تماما. هذا الموقف الوضح حزب الأمة في بيان وضح موقف واضح جدا أنه رافض لهذا القرار، ده موقف الحزب بشكل عام، وهذا الموقف يمثل كل جماهير حزب الأمة. يعني الموقف المعلن عبر الحزب في بيان واضح جدا وموقع، ده بيان يمثل كل جماهير حزب الأمة وكل مؤسساته. نعم، أعود إليك مرة أخرى سيدة توم هجو عضو المكتب القيادي بالجبهة الثورية. سيدة توم، إن كانت فلسطين تعتبر ذلك خيانة، إن كانت حركة حماس تعتبر هذه الخطوة خيانة، فكيف توصفها أنت وأنت تتحدث عن أنكم تدعمون القضية الفلسطينية؟ نعم أحد الله سيدة توم. نعم، إذن أعود مرة أخرى إلى ضيفي سيد مصطفى آدم القيادي بحزب الأمة إلى أن يعود إلينا سيدة توم هجو. سيد مصطفى،
قيادة حركة حماس أو قيادة بحركة حماس قبل قليل، وأظنك استمعت إلى ما قالت، تحدثت عن ذلك خيانة للقضية الفلسطينية. في السودان بموقفه التاريخي قمة الثلاث لآت خرجت من السودان، وكان السودان داعما للقضية الفلسطينية، وتتحدثون اليوم عن أن هذه الاتفاقات لا يعني أنكم تتخلون عن دعم فلسطين وما إلى ذلك. كيف يتم ذلك؟ بالتأكيد هذا الاتفاق لم يحصل فيه كومبرمايز مع بيع القضية الفلسطينية. السودان بالتأكيد داعم للقضية الفلسطينية، ولم يشير أبدا أنه يعني تخلى عن القضية الفلسطينية وعن شعب فلسطين. أنا أعتقد القيادي بحماس حقيقة لم يعني يكون متحدث بحماس أكثر من اللازم، ومثل هذه القضايا لا تناقش بهذه الطريقة. السودان دولة أصبحت يعني هي وظلت يعني هو يبدو أنه يتحدث بلغة الستينات في موقف اللقاءات الثلاث، وبالتأكيد ده موقف مشرف جدا للشعب السوداني ونحن نعتز به. أكثر شعوب الوطن العربي تسمي على قيادات فلسطين هو شعب السودان. كل الشعوب كل الأسر تحمل اسم عمار تقليدا للزعيم الخالد الراحل أبو عمار، وده موقف يعني لا يحتاج نحن حتى لا نحتاج يعني لشهادة من حماس أو لغيره في مثل هذه القضايا. أعتقد القضية دي قضية سودانية الآن بحتة، هي قضية داخلية يعني بالتأكيد في المقام الأول، ونحن يعني كسودانيين عندنا القدرة نناقش مثل هذه القضايا ونحدد مواقفنا برضو بصلابة جدا. لكن القضية الفلسطينية لا مساومة فيها سواء كانت حماس أو غير حماس، لا مجاملة فيها، وما سواء كان طبعت الدولة السودانية مع الكيان أو المتطبع، ولا بد من فصل مثل هذه الامور، يعني لانه السودان اصلا هو لا 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 يمتلك قضيه لبيعها للكيان الفلسطيني مقابل التطبيع يعني في مثل هذه الحاجه. فنتمنى انه الشعوب الاخرى او الشعب الفلسطيني تفهم ايضا موقف الشعب السوداني او موقف الحكومه السودانيه. لكن الخلاف الان الجاري ده خلاف سوداني سوداني، وبالتاكيد احنا حنديره برضه بالرؤيه السودانيه. نعم، وحتى على مستوى الخلاف السوداني سيد مصطفى، فلم تكن هناك قدرة على تمثيل الأطراف المختلفة. مراسلنا قبل قليل الصحفي محمد عمر تحدث عن أن بعض الوزراء تفاجأوا بالاتفاق عبر وسائل الإعلام مثلهم كمثل غيرهم، كيف يمكن ذلك؟ طبعا يعني بالنسبة لمجلس الوزراء أعتقد يعني بالتأكيد يعني هو اعتقد في بيان سيصدر من رئيس مجلس الوزراء، وده حيوضح حيبين لاي مدى هو يعني ملم او متابع هذه المساله، لاي مدى هو يعلم او لا يعلم. واعتقد ده رئيس الوزراء هو اللي حيبين هذه الاشياء. اما يعني اذا في وزير تفاجا او غير تفاجا حقيقه يبقى ده موضوع ثاني، يعني انا ما سمعت بمثل هذا الامر يعني. نعم، عضو إليك سيدة توم هجو، عضو المكتب القيادي بالجبهة الثورية. سيدة توم، كنت تتحدث قبل قليل عن أن هذا الاتفاق اتفاق سوداني يضمن للسودان الخروج من أزمتها، كيف برأيك سيتحقق للسودان الخروج من أزمتها الاقتصادية وتحقيق السلام الداخلي عبر اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، حقيقة السودان يعني ظل يعيش لأكثر من 20 عاما في حصار، والآن زي ما قلت قبل كده هي المثل بالنسبة لنا ما بتعني قرار يعني دبلوماسي أو قرار بتاع علاقات خارجية، هو فك حصار عن الشعب السوداني. الآن الشعب السوداني دفع الغالي ونفسه. حقيقة أنا مع احترامي للدكتور من حماس بيتكلم عن الخيانة للقضية الفلسطينية والطعن من الخلف، الشعب السوداني طمت خيانته على مدى 30 عاما، ظل النظام باطش دعم من كل يعني منظومات التطرف الإسلامي، وأدخل في هذه المتاهة ودخل في قائمة الأرهاب، وارتكبت في حق أبنائه الإبادة الجماعية ولم يجد بواكية. عشان كده حقيقة الشعب السوداني الذي ضحى من أجل القضية الفلسطينية، الشعب السوداني ظل يقف من أجل القضية الفلسطينية دفع الغالي والنفيس. كنا حقيقة نتمنى أو حقيقة كنا نظن أنه الإخوة الفلسطينيين حقيقة يلقوا التقدير، لأنه الشعب السوداني اتخذ هذا القرار وهذه حقيقة، هو تحت حصار قاتل وهو رهينة كان لقضايا سياسية أدخل فيها النظام. عفوا سيد التوم، من تقصد بالشعب السوداني؟ حقيقة الآن 90% أو 99% من الشعب السوداني يؤيد هذه الخطوة. من أين جئت بهذا الرقم سيد التوم؟ من أين جئت برقم 90 أو أكثر من 90%؟ حقيقة الأيام بيننا، أنا بفتكر كل الأحزاب،
الآن وقفت مواقف فكرية وطرف سياسي، والأحزاب الأيديولوجية المرتبطة بمواقف أيديولوجية ما عندها علاقة بقضايا الشعب السوداني، الأيام بيننا والانتخابات جاء ولن يستطيعوا أن يقفوا في هذا الموقف. هذه الحكومة حكومة الثورة. الآن أنا بفتكر من بكرة أسهمها هترتفع، حمدوك حيكون حقيقة اتخذ قرار وطني، البرهان اتخذ قرار وطني، المجلس العسكري اتخذ قرار وطني، هي مصلحة الشعب السوداني أولا وأخيرا. والعالم اليوم هو مصالح الشعب السوداني، وقف وقدم الغالي والنفيس، لكن لا يمكن أن ينظر إليه ويطالب أن يقف وهو بيموت وهو بينتحر وهو محاصر، ظل يقسم يومه ما بين صف الرغيف. إذن أنت تتفق معي سيد التوم عندما قلت لك قبل قليل أنه تم استخدام منطق العصا والجزرة مع السودان؟ قلت لا، والآن أنت تتفق معي بأنه هذا القرار كان لأجل أن تخرج السودان من أزمتها. إذن تم ابتزاز السودان بالفعل لكي تخضع للدخول في اتفاق تطبيعي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل أن يرفع اسمها من قوائم الإرهاب ويسمح لها بالدخول في علاقات اقتصادية واستثماراتهم إلى ذلك. يا أستاذة، لا يمكن أن تطلب مع شخص أو دولة محاصرة مرهونة تطلب منها أن تصمد وأن تقف من أجل قضايا الكل أصبح حقيقة يغير في موقفه. الآن إذا وقفت في الجيزة بتشوفي علم إسرائيل وبتشوفي علم جامعة الدولة العربية، من الذي قاطع الجامعة العربية؟ لأنه علم إسرائيل موجود في مصر. أي أخواننا، الآن نحن في عهد الواقعية السياسية. الشيء الثاني، أنا بفتكر موقف السودان الآن هو لن يضير بقضية الفلسطينية ولن يخصم من موقفه التاريخي، بل بالعكس نحن بنفتكر الجميع يجب أن يغير مواقفهم، لأن هذه السياسة التي استمرت لأكثر من 60 عاما لم تقدم يعني حقيقة لم تقدم القضية الفلسطينية شبر واحد. يجب أن كل العالم العربي يغير سياسته ويبحث عن طريقة أخرى ل يعني مساندة القضية الفلسطينية ولحل القضية الفلسطينية. إذن ما هي الطريقة الأخرى التي تقترحها سيد التوم هاجو لمساندة القضية الفلسطينية؟ نعم برأيك. نعم حقيقة الطريقة الأخرى أن يعني أن يذهب الناس إلى طاولة الحوار، أن يكون هنالك طاول. وعلى كل حال هنالك قضية، هنالك منهج فشل لأكثر من 30 عاما. نعم، ابقى معي سيد التوم ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم. ابقى معي سيد التوم ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم السفير إدريس سليمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي. سفير إدريس سليمان، مرحبا بك. سعادة السفير، كيف يمكن فهم هذه الخطوة من جانب السودان؟ ضيوفنا يتحدثون بشأن أن ذلك كان ضرورة، السودان بحاجة إلى إخراج اسمه من قائمة الإرهاب وبحاجة إلى النهوض بثورته، وأن هذا الاتفاق لا يضر القضية الفلسطينية بشيء. هذا يوم حزين أسود في تاريخ السودان. الشعب السوداني الآن كله حزين، والقوى السياسية السودانية الحقيقية الموجودة في الساحة حزينة لهذا القرار الذي قرروا من لا يملك حق القرار، حكومة انتقالية ليس من صلاحياتها أبدا أن تقرر هكذا قرار. هذا يعني قرار فيه إذلال للسودان، وفيه إهانة للسودان، وفيه انكسار للسودان، وفيه انهزام للسودان. لا يمكن أن تصنع الأمم، لا يمكن أن تصنع بهكذا انهزام وهكذا انكسار. الأمة لابد أن تكون معتزة بنفسها، لابد أن تكون تقرر في كل الشؤون بسيادة مطلقة، لا تبتز. هذا القرار السودان ابتزاز شديد فيه. لا ينبغي أن نخضع للابتزازات، ولا ينبغي أن نخضع للضغوط. أي أمة تخضع للضغوط سوف تكون أمة ذليلة، ذليلة بمعنى الكلمة. لن تستطيع أن تصنع اقتصاد، ولن تستطيع أن تصلح اقتصاد، ولن تستطيع أن تطعم أهلها، ولن تستطيع أن تتقدم. هذه الدول سوف لن تعطي، بل العكس، الآن السودان تؤخذ منهم فلوس، لا يعطى فلوس. هؤلاء الذين يتحدثون عن أن الاقتصاد مفاتيحه بيد إسرائيل ولا بيد الولايات المتحدة، الولايات المتحدة في 10 سنوات القادمة لن تكون هنالك ولايات متحدة كما هي عليه الآن، ولن تكون هنالك إسرائيل كما هي عليه الآن. قوة ذاهبة إلى الانحدار، قوة عنصرية، قوة ضد العدالة،
قوة ضد الحرية، قوة ضد السلام، قوة توسعية، قوة احتلت تقتل وتسحب وتزن، نجي نخضع عليها؟ لأننا نقول والله يعني السودان ظروفه صعبة أو السودان محتاج. لا ينبغي أن يستجيب السودان للابتزاز. نعم، ولكن سعادة السفير إدريس سليمان، أنت تتحدث باسم وتقول أن الشعب السوداني لا يقبل ذلك وأن ذلك يوم حزين، ولكن ضيفنا قبل قليل قال أن تقريبا 99% من شعب السودان سعيد وفرح بهذا الاتفاق. هذا أوهام، ما فيش حد سعيد. كيف تسعد يعني الفتاة إذا اغتصبت؟ هذا اغتصاب للسودان، هذا إذلال للسودان، هذا ضغط على السودان، كيف تفرح؟ يعني كيف بالله الإنسان أن يجبر إجبارا لعمل علاقة؟ لأن السودان لم يعمل هذه العلاقة بنفسه، ولم يفكر فيها بنفسه، ولم يسعى إليها بنفسه، أجبر عليها إجبارا. معقول يعني في إنسان ذو كرامة يجبر على علاقة بهذه الطريقة الوضيعة ويقول والله أنا فرحان؟ ممكن يقول والله أنا مذلول، أنا مهان، أنا منكسر، أنا مجبر، لكن ما في فرح. كيف يكون في فرح؟ لا يمكن أن يكون هنالك فرح. كيف نفرح بالانكسار؟ كيف نفرح بالانهزام؟ التطبيع هو استراتيجية إسرائيلية وغربية لاختراق العالم العربي ولاختراق العالم الإسلامي. طيب، ولكن يجعلنا نختلف في بعض، يجعلنا شاجر مع بعض، يجعلنا نتفتت، يجعلنا نتشرذم، يقضي على التضامن العربي. نعم، كيف نقول انه هذا فرح يوم فرح؟ لا، هذا يوم انكسار ويوم انهزام ويوم ذله. سعادة السفير إدريس، ولكن هناك من يدفع بأن السودان في أزمة وأن هذه الطريقة الوحيدة أمامي للخروج من الأزمة وأنه لم يكن وهو بلد ضعيف ويعني بأزمات اقتصادية وغير قادر على النهوض بثورته، غير قادر بالأساس على مساعدة القضية الفلسطينية. الأزمة حلها داخلي، حلها داخلي، حلها في السودان، حلها في جبهة وطنية متحدة، حلها في وفاق وطني جامع، حلها في أن يشد الشعب السوداني وحكومة الشعب السوداني تبذل كل مجهود لكي السودان بلد موارده ضخمة، بلد موارده كبيرة، لا يحتاج لإسرائيل ولا يحتاج لأمريكا. وأقول لك أمريكا وإسرائيل سوف لن يعطوا السودان فلسا واحدا، فلسا واحد، بل العكس، أمريكا الآن ابتزتنا ابتزاز آخر وأخذت منا مئات الملايين من الدولارات، لن تعطي السودان شيئا. وإسرائيل الآن تقيم علاقات بكل الدول الأفريقية، لم تعطي أي دولة أفريقية فقيرة مسكينة هي تقيم علاقات شيئا. فهذه أوهام. أي شعب ما يعتمد على نفسه، ما يجتهد ذاتيا، ما يبذل جهد ذاتي، ما يستقل موارده ويستثمر موارده، لن يستطيع أحد أن يعينه، ولن يستطيع أحد أن يقدمه، ولن يستطيع أحد أن يحل مشاكله. ولو أعطينا أموال الدنيا كلها لن تحل مشاكل السودان إلا بأهل السودان والشعب السوداني الشعب الجدير بأن يحل مشاكله. شعب السودان استطاع أن يصنع ثورة واستطاع أن يقتلع نظام. يستطيع هذا الشعب إذا ذهبت إليه الحكومة وتحصنت به الحكومة وحركته الحكومة وحرضته الحكومة أن يصنع المستحيل. نعم، شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا سعادة السفير إدريس سليمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. الشكر أيضا موصول إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية التوم هجو، عضو المكتب القيادي بالجبهة الثورية، وشكر أيضا موصول إلى ضيفي مصطفى آدم القيادي بحزب الأمة. شكرا جزيلا لكم. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دكتور إدوارد جوزيف، المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الدولية مركز الدراسات عبر الأطلسي. دكتور إدوارد جوزيف، مرحبا بك. دكتور إدوارد، كيف يمكن يعني قراءة المشهد الآن من الجانب الأمريكي؟ هناك من يتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لأجل صالح ترامب في هذه المرحلة ضغطت على السودان، بل وابتزت السودان لأجل توقيع مثل هذا الاتفاق. Well, there's no question about the timing.
لا شك في التوقيت، لا يتعين على أحد في العالم أن يشك في التوقيت، لأن الانتخابات على الأبواب، وهذا ليس لغزا. الانتخابات سوف تعقد في 3 نوفمبر، ولكن لماذا تستخدمون كلمة ابتزاز؟ هذا غير منطقي. كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تبتز جنوب السودان؟ جنوب السودان يخضع للعقوبات والجزاءات، وهو على قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا ليس ابتزازا، ولكن ما حصل بوضوح هو أن إدارة ترامب وفرت حوافز للسودان وأشارت إلى السودان بأنها سوف تزال من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأنها سوف تستفيد. وتخيلوا أن الجزاءات سوف ترفع، وبالطبيعة الحال سوف يكون هنالك حوافز تجارية إيجابية وتبادل مع إسرائيل. وطبعا إسرائيل هي اقتصاد فاعل متقدم، ويمكن أن يساعد الحكومة السودانية والشعب السوداني في مجال الزراعة على وجه الخصوص، لأن إسرائيل تحتل مرتبة مرموقة في المجال الزراعي. هذا ليس ابتزازا، هذه هي حوافز اقتصادية، والأمر منوط بالحكومة السودانية لكي تهتم بمصلحتها ومصلحة شعبها. ويبدو أن السودان يروق له هذا الترتيب، ويؤمنون بأن السلام بين الدول أفضل من الحالة العدائية. ودعونا نأمل أن تتفق الدول الأخرى في المنطقة، تتفق على أن السلام أفضل من حالة العداء. وهذا لا يعني أننا ننسى للحظة حقوق الشعب الفلسطيني والعدالة للشعب الفلسطيني ووجود دولة قابلة للحياة للشعب الفلسطيني. لا يجب أن نغفل ذلك لحظة واحدة، ولكن لا يجب علينا أن ننسى أيضا أن السلام بين الأمم هو شيء جيد، هو يصب في مصلحة الشعوب في المنطقة وفي البلدين. تفضلي. نعم، من ناحية واشنطن سيد إدوار جوزيفا، هل يؤثر هذا القرار، أو إلى أي مدى يؤثر هذا القرار على فرص ترامب في الفوز؟ من المفهوم هو توقيت هذا القرار كما قلت قبل قليل، ولكن إلى أي مدى يرجح كفة ترامب ويجعل الناخب الأمريكي يغير رأيه بشأن بعض النقاط الأخرى؟ لا أعتقد أن هذا سوف يؤثر على الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية أو مخرجات الانتخابات، رغم أن التوقيت من وجهة نظر البيت الأبيض مدفوع بذلك. هم هرعوا للتوصل إلى هذا الاتفاق لأنهم يعتقدون أن هذا سوف يؤثر إيجابيا على الانتخابات. لا أعتقد أنه سيؤثر على الانتخابات. دعونا ننظر في المناظرة التي حصلت البارحة. ثمة مناظرة أظهرت اختلافا حادا بين رؤيتي السيد بايدن والسيد ترامب فيما يخص مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما التصدي لفيروس الكورونا وجائحة الكوفيد 19 التي تحتل المرتبة الأولى من ناحية أولويات الناخبين. طبعا ثمة حديث عن الصين، ولكن السياسة الخارجية لم يتم النظر فيها. الشرق الأوسط لم يؤتى على ذكره على نحو ملحوظ في الأسئلة التي طرحت في المناظرة. وهذا التطور لن يغير رأي الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظري، ولن يغير ما سيحصل في الانتخابات. تفضل. نعم، شكرا جزيلا دكتور إدوار جوزيفا المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الدولية مركز الدراسات عبر الأطلسي، كنت معنا مباشرة. لك جزيل الشكر. ينضم إلينا عبر الهاتف سليمان الغوث الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم. سيد سليمان مرحبا بك. سيد سليمان، كيف يمكن فهم هذه الخطوة من جانب السودان؟ حتى الأمس كنا نتحدث عن عدم وجود تصريحات من جانب السلطات السودانية، وتحدث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لرويترز أو لمصدرين قريبين لرويترز بأنه قد يدخل في علاقات تطبيع في حال قال بذلك برلمان منتخب سوداني، ولم يكن هناك برلمان منتخب، وفقط بعد ساعات قليلة نحن أمام اتفاق تطبيع. نعم، هذا الملف حقيقة هو ملف قديم، ملف التعاطي مع قضية إسرائيل، وكان
على الدوام يناقش خارج سياقه الموضوعي وكانت تحكمه الشعارات والاتجاهات العقائدية. هذا الملف بدأت فيه حكومة الثورة منذ وقت مبكر وكانت فيه زيارات يعني بعضها معلن وبعضها غير معلن، وكان الشارع يعني متوقع حدوث هذه المسألة، وإن كانت قد تزامنت مسألة رفع العقوبات لكنها لم تكن بعيدة عن الشعبان. هذا يوم من الأيام العظيمة لشعب السودان، تعود فيه الدولة السودانية إلى المجتمع الدولي بدون أي خصومات، بدون أي إشكالات أو مسائل تاريخية، ونأمل أن تستفيد الحكومة السودانية من هذا الانفتاح لتمضي في اتجاه التنمية وإعادة بناء الدولة السودانية على نحو أفضل. سودان الثلاث لآت اليوم تحول إلى السودان الذي يتحدث عن أن ذلك يوما عظيما من أيام السودان. سيد سليمان الغوث، موقف الشعب السوداني كيف حسمتموه؟ حقيقة لن نكون ملكيين أكثر من الملك، من الملك نفسه. كثير من الدول العربية راعت مسألة التطبيع في إطار أن العلاقات بين الدول تبنى على المصالح وليست على الشعارات أو الأيديولوجيات. الشعب السوداني لديه قضايا ولديه مصالح، يريد أن ينفتح على العالم. الدولة الآن في مرحلة متأخرة جدا، العقوبات أفرزت جوانب سالبة على كل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية، الوضع السياسي مهتف كثيرا منذ سنوات طويلة. الحكومة القائمة لن تحكمها وثيقة دستورية تقول أن التوافق بين مجلسي المجلس السيادي ومجلس الوزراء له سلطات تشريعية، وهذا الأمر يتم في خلال الدستور. مصالح الدولة ومصالح الشعب السوداني مقدمة على غيرها من مصالح. القضية الفلسطينية نصب عين الشعب السوداني كانت وعلى الدوام. نحن خاصمنا فلسطين ودخلنا معها في مقاطعة استمرت منذ العام 67. ماذا جنت القضية الفلسطينية؟ نعتقد أن السودان القوي باقتصاده، السودان المستقر سياسيا، يستطيع أن يقدم للقضية الفلسطينية كثيرا. وهل جنوب السودان أصبح سودانا قويا أو مستقر سياسيا بعدما دخل في علاقات مع إسرائيل؟ ليس جنوب السودان، تركيا دخلت في علاقات مع إسرائيل وكانت ذات وضع جيد، وما تزال تركيا دولة قوية ومتقدمة. العالم، نحن نحتاج إلى العالم، لا نحتاج إلى خصومات مع العالم، نحتاج أن نتصالح مع العالم. لدينا ملفات اقتصادية، لدينا قضايا تنمية، نستطيع أن نقود ونقف مع قضايا الشعوب ذات الحقوق، ونحن في وضع لا أن نكون منبوذين ومحرومين من التقنية ومن رؤوس الأموال، وتموت الدولة السودانية وتتقطع قطعا قطعا، جنوب السودان ينفصل وتأتي أجزاء أخرى. على الدولة السودانية أن تقف على قدميها لمساعدة المحتاجين في كل العالم، لا أن نكون محتاجين. أنت تعتقد أن السودان خضع لعملية ابتزاز مقابل أن يخرج اسمه من قائمة الإرهاب، عليه أن يوقع اتفاق لتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ مطلقا. لدينا في السودان مثل يقول كل شوكة بفلوها بدريبة. قضية التطبيع مع إسرائيل لدينا فيها مصالح، رفع العقوبات، رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذه أكبر المصالح عندنا. نحن إسرائيل نحتاج إليها، لديها تقانة، نحن بلد زراعي. يقال أن السودان في سابقا كان يقال أنه مثلث غذاء العالم، نحن الآن نعيش على المعونات. تكاليف الإنتاج والتقنيات الموجودة عندنا قديمة، نستطيع من إسرائيل أن نبدأ وننطلق إلى الأمام. نحن نتصالح مع العالم، عشنا في العزلة 30 عاما، عشنا في الأيديولوجيات، رأينا فلترق كل الدماء، كانت الطائرات تطلق. وإن كان العالم، نحن الآن نريد أن نبني نفسنا بالتعاون وبالمصالح المشتركة فقط هي التي تحكمنا. سيد سليمان، من وضعكم بالأساس على قائمة الإرهاب ولماذا وضعت السودان على قائمة الإرهاب؟ سياسات النظام السابق نحت مناحي غريبة جدا، هي جماعة الجبهة الإسلامية القومية استولت على السلطة وكانت لديها وجهة سياسية غريبة أنها ستحكم العالم كله وستؤذن في روما، وأن أمريكا روسيا قد دنا عذابها وما إلى ذلك من الغراء الكثير الذي عانى منه شعب السودان. استضافوا أسامة بن لادن، استضاموا كثير من جهات الإرهاب العالمية من بينهم كارلوس، يدعمون الحركات الإسلامية في تونس وفي الجزائر وفي مصر. هذه الدولة كانت تتعامل مع العالم كأنه لعبة، فلذلك ما كان أمام العالم حد سوى أن يضع هذه الدولة بعيدا ويحاصرها. نحن الآن نريد أن نعود إلى السودان الحقيقي، السودان الذي يمثل الشعب السوداني الطيب الكريم الأبي الذي يريد أن يتعامل مع العالم في سلام. نحن اكتفينا من الحروب، دولتنا السودانية منذ بدأت في العام 1956 كانت في حرب في العام الذي يسبقه، إلى الآن نحن في حروب. ماذا كانت الدولة السودانية من هذه العقائديات والهتافات؟
لم نجني شيئا، نحن بلد غني بموارده يا سيدتي، نستطيع أن نتصالح مع العالم ونبني هذه الدولة ونعيش في سلام، شأننا شأن الأمم الأخرى. شكرا جزيلا سيد سليمان الغوث الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم، كنت معنا عبر الهاتف، لك جزيل الشكر. ينضم إلينا عبر سكايب من الناصرة دكتور جمال زحالقة نائب بالكنيسة الإسرائيلية ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. دكتور جمال مرحبا بك. دكتور جمال، كيف تعلق على هذا الاتفاق؟ قبل قليل ربما سمعت تحدث ضيفنا من الخرطوم عن أو ما كان بشأن أن هذا الاتفاق لا يضر فلسطين بشيء، وهذا الاتفاق يساعد على تقدم السودان حيث أنها ستعتمد على التقنيات الجديدة المتعلقة بالزراعة وما إلى غيرها من دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو هدية مجانية لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو وهدية لترامب وللولايات المتحدة. لا أعرف إذا كانت السودان ستستفيد منه، أعتقد أنها لن تستفيد بشيء من هذا الاتفاق، وهناك قوة حية وفاعلة في عند شعبنا السوداني الشقيق تعارض هذا الاتفاق من منطلق أنه يضر بالقضية الفلسطينية. ليس فقط الفلسطينيون يقولون بأنه يضر بالقضية الفلسطينية، أيضا القوى الفاعلة الإسلامية والقومية واليسارية في السودان تعارض هذا الاتفاق، وأنا واثق أن أغلبية شعبنا في السودان ضد هذا الاتفاق. بالطبع هذا يضر القضية الفلسطينية. لماذا يضرها؟ لأن هناك تطبيع عربي مع إسرائيل، وإسرائيل تصنع سلاما مع العالم العربي دون حل القضية الفلسطينية، وهذا يعني ويسير حول حسب مبدأ الذي وضعه بنيامين نتنياهو، وهو أن السلام مقابل السلام، بمعنى أن إسرائيل ليست مجبرة أو لا يطلب منها أن تنسحب من المناطق المحتلة حتى أو تنهي الاحتلال حتى يكون هناك نوع من السلام والاتفاق معها. هذا خروج عن الإجماع العربي. الخرطوم تحديدا كانت بلد الإجماع العربي بعد عام 67، وللأسف الشديد اتخذ القيادة السودانية هذا القرار، وأعتقد أنه ربما يكون عندما تكون انتخابات حرة في السودان وتنتخب قوة حرة في السودان، عندها سيجري ستكون هناك مراجعة لهذا الاتفاق، تجميده أو تهميشه إلى آخره. وأيضا هذا الاتفاق بتوقيته طبعا عشية الانتخابات الأمريكية، هو لا يفيد ترامب كثيرا، هو نقطة في بحر يعني حقيقة. ربما يريد ترامب من خلاله تشجيع بعض الإنجيليين المسيحيين المتطرفين الداعمين لإسرائيل، وأيضا بعض يهود أمريكا الذين غالبيتهم الساحقة ستصوت لجو بايدن، ربما يربح بعض الأصوات هنا وهناك. يعني هو في سبيل الحصول على بعض الأصوات يخربط كل المنطقة ويدخل المنطقة إلى حالة جديدة، وهي تطبيع عربي مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية. اتفاقات من هذا النوع لا تصنع إنما تصنع الحروب وتؤدي إلى سفك دماء. نعم، ولكن دكتور جمال، البعض يقول إن السودان دفع ثمنا طويلا على مدار السنوات الماضية ووضع على قائمة الإرهاب لأجل دعمه للقضية الفلسطينية، وعلى الفلسطينيين الآن أن يتفهموا وضع السودان. السودان بلد فقير يعاني من أزمات اقتصادية، 9.6% نسبة الفقر أو 9 ملايين فقير في السودان في هذه المرحلة. هو يريد رفع اسمه من قوائم الإرهاب، يريد أن نهوض بثورة، وهناك قوى دولية عظمى وكبيرة ضغطت عليه بشدة، فكيف يمكن فهم أو التعليق على ذلك؟ قضية يعني إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب لها علاقة بن لادن، وبن لادن كما أعلم لم تهم القضية الفلسطينية إلا بالهامش، يعني كانت لم تكن القضية تتعلق بفلسطين أصلا. والحديث بين والنقاش بين الولايات المتحدة والسودان هو يتعلق بالأمريكان وضحايا أمريكان، وليس له أمر له علاقة بالقضية الفلسطينية. طبعا نحن نحب السودان ونريد للسودان الخير ونريد للسودان التطور، ولكن أنا أعتقد أنه هذه القيادة السودانية أرادت أن تقصر الطريق وتقع في وهم أنه علاقة مع إسرائيل
إسرائيل ممكن أن تحلها المشكلة. الحل الأول في السودان والأهم في السودان هو المحافظة على الوحدة الوطنية السودانية، على كيان السودان، على حقوق الإنسان في السودان التي أهدرت على مدى سنوات طويلة، والبدء في عملية تطوير وتنمية، وليس من عبر الدخول في هذه الصفقة التي أعتقد أنها لا تمس ولا ترتبط بمصالح شعبنا في السودان. دكتور جمال زحلقة، نائب الكنيسة الإسرائيلية ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من الناصرة، لك جزيل الشكر. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي هذا الجزء من المسائية، ويلتقيكم زميلي مصطفى عاشور ليواصل معكم باقي فقرات المسائية. إليك مصطفى. شكرا لك حياة، ولضيوفك ولزملائي في استوديو الجزيرة مباشرة. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وفيها بعد قليل اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار يقضي بسحب القوات من سرت والجفرة وخروج جميع المرتزقة من البلاد. مبروك لليبيا. وقد نجحتم في إبرام اتفاق لوقف ناجح ودائم بإطلاق النار.